تزيد المرأة شرط وهو وجود المحرم إن احتاجت إلى سفر. هذا في الحج نعم، فما بالك مرأة تسأل تقول أريد أن أسافر مع والدي لزيارة قريب، هل يجب علي في الرجوع أن يكون معي محرم؟ سبحان الله، إن كان في الحج لا بد من المحرم، فما بالك بالخروج للزيارة أو إلى النزهة أو ما إلى ذلك. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية أي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم اعتنى العلماء بهذه الرواية وشرحت، ولعلنا إن شاء الله تعالى يعني في موضع آخر يكون لنا يعني كلام عليها. من يذكر لي أركان الحج؟ الحج له أركان كما هذا البناء له أركان، لو أسقطنا ركن واحد من الأركان انهدم البناء. نعم، فأركان الحج كم؟ آخر كلام، أربعة. الإحرام الركن الأول، الإحرام. ما معنى الإحرام؟ نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، لأنه بعض الناس يظن عندما يذكر بعض العلماء من أركان الحج الإحرام يظن أن الإحرام لبس الإزار والرداء، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة في الحج وفي غير الحج. نعم، طيب، هذا الركن الأول الإحرام. الوقوف بعرفة ولو لحظة، ولو لحظة. متى؟ من زوال الشمس، شمس يوم التاسع يعني بصلاة الظهر، إلى طلوع فجر يوم العيد، هذا وقت الوقوف بعرفة، هذا الأحوط أن يكون بعد الزوال، صحيح؟ نعم، هذا الركن الثاني، الوقوف بعرفة ولو لحظة، ثانية واحدة. دخل هذا الأخ إلى عرفة بعد الظهر، مجرد ما دخل أغمي عليه، أخذ بالإسعاف إلى المشفى، حجه صحيح. ننظر بقية الأركان. نعم، الركن الثالث طواف الزيارة. طواف الزيارة، هل طواف الزيارة هو طواف القدوم؟ من يعرف إخواني؟ يا أخي يقول طواف الزيارة، هل هو طواف القدوم؟ هل أصاب هذا في ذكر أن من أركان الحج طواف الزيارة، أو طواف الزيارة هو طواف القدوم؟ طواف الزيارة هو طواف الإفاضة غير طواف القدوم. طواف القدوم شيء، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة. لماذا سمي بهذا الاسم طواف الزيارة؟ لأن الحاج الآن يخرج من الحرم إلى الحل. عرفة حل ولا حرم؟ خارج الحرم، فيخرج ثم يرجع إلى مكة كالزائر، لهذا سمي طواف الزيارة ركن، وهو غير طواف القدوم. انتبه،
يخطئ بعض الطلاب هدانا الله إياه ولا يفرق بين طواف الزيارة وطواف القدوم ويسمى طواف الإفاضة. إذا معنى هذا الكلام أن هذا الطواف لا يمكن أن يقع إلا بعد الوقوف بعرفة أبدا. لو طاف ما طاف قبل الوقوف بعرفة لم يأتي بالركن الثالث وهو طواف الزيارة طواف الإفاضة. إذا لابد أن يقع هذا الطواف بعد الوقوف بعرفة، مفهوم؟ لو جاءك إنسان وقال طفت عندما قدمت إلى مكة ثم وقفت بعرفة ثم سعيت بين الصفا والمروة ورجعت إلى أهلي، حج باطل، مفهوم؟ طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة وهو غير طواف قدوم. هذا الركن الثالث. الرابع سعي الحج، سعي الحج. خرج بهذا ما لو سعى المتمتع وسوف يأتي معنا، مفهوم؟ هل يصح أن يقدم ويؤخر؟ يأتي معنا بإذن الله تعالى. إذن أركان أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة ولو لحظة من زوال شمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، طواف الزيارة أو طواف الإفاضة ولابد أن يقع بعد الوقوف بعرفة، وسعي الحج. أركان أربعة فقط. هناك من يضيف إلى هذه الأركان الأربعة ركن خامس وكذا، ونحن ذكرنا أننا نكون على ما رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى حتى لا يحصل اللبس والخطأ. اجلس. واجبات الحج، سبحان الله اخوانا، الواجبات انا لله وانا اليه راجعون فقط. نعم. الاحرام من المروه. فتح الله عليك. هذا العلم، العلم اذا دخل مرتب باذن الله متى شئت يخرج مرتب. تسأل بعض الطلاب اذكر لي أركان الصلاة، يقول أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة والتشهد الأخير وقراءة الفاتحة، تقول يا أخي اذهب تعلم وتعال. لكن الثاني طالب علم درس عند العلماء وحفظ، يقول القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، تقول فتح الله عليك. هذا هو العلم. حتى ولو نسي شيء لا إشكال. تسأل بعض الناس عن الوارثين من الذكور، يقول الوارثين ابن العم الشقيق والزوج والعم لأب. يا أخي اذهب تعلم تعال. الثاني يقول الابن وابن الابن، الأب الجد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، ابن عم شقيق، زوج ومعتق وعم لأب وابن عم لأب، ذكرناه 15. النساء بنت وبنت ابن وأم وجد لأم وجد لأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة ومعتقة، والحمد لله رب العالمين. هذا العلم يسرد سرد. نعم. أما يتلكى وكذا هذا معناه أنه لم يدرس العلماء أصلا، مفهوم؟ يدعي أنه حافظ القرآن. اقرأ من أين؟ من أول المصحف إلى النهاية. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذ يسر. هذا شهادة حق. وغيره قال والله لم أراجع، شهادة زور. نعم. قال الإحرام من الميقات. إذن الإحرام من الميقات المعتبر، أي الميقات المكاني، واجب من واجبات الحج. بدأ الحج الآن في الأركان ولا في الواجبات؟ واجبات. الركن نية الدخول في النسك، الواجب
الإحرام من الميقات المعتبر. البقاء أو أن يجمع بين الليل والنهار، يعني لا يدفع ولا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. إذا لابد أن يبقى بعرفة إلى مغيب الشمس. إذا وقف بعرفة في النهار وخرج ترك واجب من واجبات الحج. هذا الثاني، المبيت بمزدلفة. نعم، المبيت بمزدلفة، رمي جمرة العقبة يوم العيد والجمرات الثلاثة في أيام التشريق، إما ثلاثة أيام أو يومين لمن تعجل. الحلقة والتقصير، الحلقة والتقصير والحلق أفضل. المبيت بمنى، متى؟ ليالي أيام التشريق. يبقى معنا واجب هذا ليس من واجبات الحج، وهو طواف الوداع على ما يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا ليس من واجبات الحج، واجب لكن ليس من واجبات الحج. فتح الله عليك، اجلس. محظورات الإحرام، محظورات، بسم الله، اتق الكتاب. نعم نعم، يقول محظورات الإحرام أربعة، هذه ملخصة، ملخصة هي تسعة، وملخصة أربع محظورات. محظور لابد فيه من فدية أذى، ومحظور لا شيء فيه، ومحظور مبطل للحج، والرابع ما فدية مثله وهو الصيد. هذه محظورات الإحرام كم؟ أربعة على الإجمال، على التفصيل تسعة. بسم الله، أبدأ بالأخف مو بالأثقل، الله هداك. لبس المخيط أو المحيط، لا، الأحسن أن تأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلبس المحرم ماذا؟ القميص والسراويل والفلينة والطاقية والعمامة. نعم، لأنه يشكل على بعض الناس أن يلبس إحرام وفيه قطع وسد هذا القطع بخياطة مثلا، هذا لا إشكال فيه، لبس النظارة، لبس الحزام، لبس الساعة، هذا لا إشكال فيه، صحيح؟ يقول نعلي كرمكم الله فيها شيء من المخيط، يقول هذا لا إشكال فيه. الإشكال في لبس الثوب، الفلينة، السروال، صحيح؟ الطاقية، العمامة، مفهوم؟ يعني لبس المحيط بالأعضاء. طيب، هذا أول، التطيب، حلق شعر الرأس. طيب، تغطية الرأس بملاصق، يعني الطاقية والعمامة. طيب، هذا الشيخ حمل الحقيبة على رأسه، نعم، يا رجل وضع الحقيبة على رأسه فقال هذا عليك دم. هل رأيت إنسان يلبس حقيبة؟ ما يوجد هذا، يصح يحمل الحقيبة ولا إشكال، مفهوم؟ طيب، تغطية الرأس بملاصق، يستظل في خيمة، يركب السيارة، لا إشكال. طيب بعده، التطيب، تقليم الأظافر أو نزع الأظافر. نعم، الجماع، الصيد، النكاح، ما تزوج، لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي، مفهوم؟
الله يغنيك من فضلي. أجلس. طيب. أنواع النسك كم؟ نعم شيخ محمد. هات الكتاب. أسفل أعطني الكتاب. أوقف. نعم الشيخ. ثلاثة إنسان. تمتع وإفراد وقران. التمتع أن يجمع بين الحج والعمرة. حج كامل وعمرة كاملة. نعم. يتحلل منها ثم يدخل. طيب. والإفراد المفرد والقارن عملهما واحد. إلا أن القارن عليه ماذا؟ لا. الآن يأتينا التفريق. عليه هدي. مفهوم؟ نعم. بعده. متمتع وقارن ومفرد. أفضل أنساك الثلاثة على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى التمتع. مفهوم؟ نعم. اجلس. نعم. أركان العمرة. نعم. ما اعتمرت؟ أسأل الله أن يكتب لك العمر. الأول الإحرام، نية الدخول في النسك والطواف والسعي. الحمد لله، هذا أركان العمرة، نفس أركان الحج، إلا وقف بعرض انتهى الأمر. إذن أركان العمرة هي أركان الحج دون الوقوف بعرض. مفهوم؟ واجبات العمرة: الإحرام من الميقات، نعم إحرام من الميقات، كيف نفس الشيء، يجمع يقف بعرفة لن تغيب الشمس والوقوف من الزلفة ورمي الجمرات، لا، الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير. والحمد لله رب العالمين. أجلس. طيب. يذكر بعض العلماء مسألة، وهي: هل هناك فرق بين دم الجبران لترك واجب وبين فدية الأذى؟ يعني بعض العلماء يقول في من حلق شعر الرأس يقول عليه دم، وبين من ترك الإحرام من الميقات يقول عليه دم، هل هناك فرق بين الدم والدم؟ الذي لا يعرف التفريق هذا لا يفتي في الحج مثلي. الذي لا فرق بين دم الجبران لترك واجب ودم الذي يقال في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام هذا لا يفتي في الحج مثلي. مفهوم؟ أي نعم. يعني معنى هذا أن لا نفتي في الحج ونرتاح الحمد لله. نعم. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك في حق من ارتكب محظور من محظورات الإحرام، أي بعض المحظورات. هناك فرق بين فدية، هذه يسميها العلماء فدية الأذى، حلق الرأس مثلا لمرض، أو غطى الرأس بملاصق حر شديد أو كذا مثلا شمس، أو قص الأظافر أو تطير، فماذا عليه؟ عليه فدية أذى. نخير بين أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح، يذبح شاة أين؟ في مكة، توزع على فقراء الحرم. الدم
لترك واجب من الواجبات هذا شاء فقط تذبح. فالذي لا يفرق بين هذا وهذا هذا لا يفتح الحج، مفهوم؟ نعم. والله أعلم أن لا نعرف إذا لا نفتي، والحمد لله هناك أهل للفتوى الحمد لله. طيب، الهدي ما يهدى للبيت، المتمتع والقارئ عليهما هدي، كذا يعني يجب أن يذبح هدي. أين يذبحه؟ بمكة داخل حدود الحرم. ذبح في عرفة يصح؟ لا يصح إخواننا. أيام الحج كل يوم له اسم، من يعرف أسماء أيام الحج؟ بسم الله. اليوم الثامن يسمى يوم في أحد يعرف يقول اليوم الثامن يسمى يوم التروية، لأن الناس كانوا في القديم يحملون الماء من مكة إلى منى، لأن منى ليس فيها ماء تروية، هذا يوم التروية يوم الثامن. يوم التاسع يسمى يوم عرفة. طيب، واليوم العاشر يوم العيد، صح؟ أي نعم. والحادي عشر يسمى يوم القرض، ما أحد يتحرك، صح؟ الناس بمنى. الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني. ابن القيم يقول مواضع الدعاء في الحج في كم موضع؟ فتح الله عليك. نعم، في الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي مزدلف مشعر الحرام بعد أن يصلي الفجر وعند رمي الجمرات، خمسة. هذه مواضع الدعاء في الحج يذكرها ابن القيم رحمه الله. الليالي لها اسماء. نعم، فتح الله عليه. ليلة جمع، ليلة جمع أي يعني ليلة المبيت بمزدلفة تسمى ليلة جمع. لماذا؟ لأن الناس اجتمعوا فيها، سبحان الله، الناس اجتمعوا في الحج. لا، كانوا في الجاهلية أهل مكة قريش حمص يقولوا ما نخرج، نحن أهل مكة ما نخرج إلى عرفة، يبقون في مزدلفة، ويرجع الناس ويجتمع معهم في مزدلفة، فسميت ليلة جمع. المشعر الحرام، مشعر الحرام ما هو؟ فتح الله عليه. والمشعر الحلال عرفة. لماذا سمي بهذا الاسم؟ هذا مشعر وهذا مشعر، لأن الناس الآن تخرج من الحرم من مزدلفة إلى الحل عرفة، ثم يعود كالزائر ويطوف طواف الزيارة، طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج. الهدي ما يقدم الناس لله سبحانه وتعالى في الحج، أو يهدون، كانوا يرسلون بهيمة الأنعام إلى مكة حتى تذبح قربان لله سبحانه وتعالى. يجب على المتمتع والقارئ، المتمتع والقارئ، أما المفرد إن أراد أن يذبح يذبح، وإلا لا يجب عليه الهدي. الأضحية تكون على غير الحاج، غير الحاج يوافق الحاج، وهذا من توسيع الله سبحانه وتعالى على الأمة. الآن أنت هنا كتب الله عليك ألا تحج في هذا العام، ماذا تصنع؟ توافق الحاج شيء من الإحرام، لا تأخذ من شعرك ولا من أخرك. من أراد أن يضحي، فهذا الشيخ أراد أن يضحي فلا يأخذ لا من شعره ولا من أظفره. من هذا؟ هو رب البيت. الزوجة تأخذ من شعره ومن أظفره، لا أشكال. أولاد لا أشكال. طيب، يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن أظفره، حرام. فإذا جاء يوم العيد
ذبح الأضحية والحاج يذبح الهدي، فوافق الحاج وسأل الله أن يكتب له الأجر ويصوم يوم عرفة. طيب، هذه الأضحية يشترط إذا كان أراد أن يذبح من الغنم، لابد إذا كان هذا من الضان، اشترط العمر المحدد في الغنم من الماعز ما تم له سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر، من البقر ثني، ومن الإبل كذلك الثني ما تم له 5 سنين. هل يمكن أن يشترك 7 من الحجاج في بقرة؟ نعم. في بدنة من الإبل؟ نعم، يصح ولا إشكال. يبقى معنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الأضحية، العقيق تذبح عن المولود. متى؟ في يوم السابع. كيف تعرف يوم السابع؟ قبل يوم الولادة بيوم. ولد له مولود في يوم الأحد الأسبوع الماضي، إذا متى يذبح العقيقة؟ في يوم السبت، والحمد لله، يذبح عنه العقيقة. عن الغلام الذكر شاتان، من الماعز ما تم له سنة، ومن الضان 6 أشهر، وعن الجارية البنت شاة واحدة، يذبح عنها العقيقة ويسميه. والختان هنا للذكر، ختان يكون يوم السابع، هذه السنة، ويسمى وصح أن يسميه قبل السابع لا إشكال، مفهوم؟ ويحلق رأس الذكر للأنثى، ويتصدق بوزن هذا الشعر من فضة. طيب، هذا الذي يصنع في يوم السابع. طيب، اجلس، فتح الله عليك. كم بقى الإعلان؟ نصف ساعة. طيب، يبقى معنا مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ أخذ زكاة الفطر وأراد أن يعطيها فلان من الناس. هذا الأخ قلنا ليس لديه شيء، لديه 10 كيلو من الرز، وقلنا يكفيه إلى سنة. كم كيلو؟ 50. الآن هذا الأخ هل له أن يعطي هذا؟ نعم، لأنه يعطيه ما يكفيه إلى سنة. أعطاه كم؟ صاع من طعام، الحمد لله أخذ. الآن هذا الأخ لديه مثلا 10 كيلو من الرز، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ نعم، لأنه يفطر عن قوته وعن قوت عياله ليلة العيد. إذن هو يخرج زكاة الفطر ويأخذ من الناس زكاة الفطر ولا إشكال. مسألة ثانية، هذا لديه مال مدخر، حال عليه الحول، كم؟ 1000 يورو. 1000 يورو تجد فيها الزكاة؟ ننظر، نظرنا في نصاب الفضة في هذا العام 595 جرام تساوي 400 يورو، وهو لديه كم؟ 1000. يجب فيها الزكاة؟ نعم. قال أنا فقير، هذه 1000 لا تكفيني، أريد أن أخذ من الناس زكاة لأنني فقير. نقول لا إشكال، لديك مال؟ نعم. بلغ النصاب؟ نعم. حال عن الحول؟ نعم. تدفع الزكاة وتأخذ الزكاة من الآخرين لا إشكال، مفهوم؟
حتى لا يشكل يعني على بعض الناس، لأن بعض الناس يقول لم أجد أعطيه. كل الناس يخرجوا زكاة الفطر في فرنسا، البعض يقول هذا وهذا غير محتاج. نقول لا، ننظر هل هو من أهل الزكاة أم لا. نعم لديه رزق، نعم لا يكفي لعام، نعم إذا نعطيه وهو يخرج الزكاة ويعطي الآخرين، ولا إشكال في هذا. مفهوم؟ الله أعلم. نكتفي بهذا المقدار. نبدأ بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء بدراسة كتاب البيوع، ننتقل من العبادات إلى المعاملات. ذكرنا أن من العلماء من يذكر كتاب الجهاد هنا مع العبادات، لكن المؤلف رحمه الله تعالى لأن هذا كتاب مختصر، واتفقنا على أننا نسير على ما سار المؤلف شيء فشيء. من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.